بسم الله الرحمن الرحيم. انا واحد الانسان اللي مريض بالسكر، فكنت كنتعالج في بدايتي بالادويه. ففي الحقيقه علاش جبت لكم هذا الموضوع هذا، حيت بغيت نتقاسم معكم تجربتي مع هذا المرض وكيفاش تعيشت معاه من بعد بلا دواء. ففي الوقت اللي كنت كناخذ الدواء كانت النفسيه ديالتي ما مرتاحاش، فحيت كنت تنفكر دائما وكانت مسيطرة عليا هاد الهاجس ديال الدول اللي غادي يبقى تابعني في طول حياتي. فقررت في واحد النهار انني نتخلص منه. فقلت كيفاش خصني غادي نتخلص منه انني نعطي باتساع للكربوهيدرات وللنشويات، بحيث انني تيخصني ناخذ واحد التغذية اللي هي صحية. فبحيث قدرت نعمل لحياتي واحد النظام غذائي خالي من الكربوهيدرات ومن الدهون، ونقوم بالرياضة اليومية. فمن ضمن الوجبات اللي كنت كناكلها هي الرجلة أو البقولة. فالرجلة هي النبتة الوحيدة اللي كتوجد في فصل الصيف، وفي فصل الصيف كيف ما كنعرفوا الذات كتحتاج فيه للتنظيف. علاش؟ لأن الإنسان كيكثر من استهلاك اللحوم والمقليات مع كثرة الأعراس ومع السفرات اللي كيقوم بها الإنسان في العطل، فكيتخلطوا عليه الماكلات، كيتخلطوا عليه المأكولات في المطاعم وفي الشوارع. وهنا الذات كتكون تبغي هذاك الغسل ليها. فهنايا عندنا البقولة، اختاريت نديرها لكم اليوم إن شاء الله بواحد الشكل، واحد الشكل شوية راقي. وحيت يقولوا ان البقوله ما تيخصهاش الطب، لان كتفقد واحد 50% ولا اكثر من المنافع ديالها. فالبقوله بالنسبه للناس ديال السكر، لان انا دابا بقيت كنستعملها ولقيت عليها الراحه ديالتي، فهي تتعطل الامتصاص ب 33% من النشويات و 30% من الدهون. فالاخوان بلا ما نكثرش عليكم دروك ندوزو للوصفه. هنايا عندنا الرجله، انا هذه الكميه دي ما عبرتهاش، ولكن كيف كتشوفوا تقريبا غادي تكون واحد 200 غرام تقريبا ديال الرجله. انا غادي نديرها بواحد الطريقه اللي هي راقيه وما طيبهاش، والا جربتوها، انا كنهضر مع اللي فيه السكر واللي ما فيهش السكر، الا جربتوها راه هي رائعه، فهي راه كطيب بهاد البهارات اللي غادي نديروا لها. هنا درنا واحد النص حامضة، عصير ديال نص حامضة، درنا عليه واحد الفلة سودانية الفلة حارة. هنايا غادي نديرو الكمون باش ما كترناه كيعطيه شوية سميتو، ما نكتروش ليه بزاف حقيقي لأنه غير منسم، هو ماشي طعام. وهنايا غادي نديرو شوية ديال الأبزار، وبالطبع غادي نديرو الملحة. فهاد البهارات هما اللي كيطيبوها، ان شحال من واحد تيحسب ليه. دابا البهارات راه كيطيب والبلحه راه كطيب، هذاك السيترون لو جي ديال السيترون راه كيطيب، كاين هذا شحال واحد. وهي تاكلها هكاك بلا ما تطيب كاع، بلا كاع ما تطيب، ما دير لها لا بهارات ولا حزان، هي غادي تاكلها الا 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 انت بغيتي تاكلها. اما بهذه الطريقه هذه انا كنظن غادي تاكلها. هنا غادي نطحنوها، غادي نطحنوها حتى تولي كي بحال ان سوب. المهم هذا هو الشكل ديالها، تولي انسو مزيان، ما يبقاوش هادوك، لان هي فيها شويه هادوك لي برونش فيها شويه قاسحين، خصك تطحنها مزيان. وبغينا الماء، حنا الاساس هو الماء ديالها، خصها تعطي العصير. فهنا غادي ندوزو لواحد لاكومبانيومون، لان ما غاديش نديروها هكاك. حنايا في عاده في المغرب كنطيبوها مع مطيشه وتنديرو زويتينات الى اخره. انا غادي نديرها بواحد الطريقه اخرى، حنا مطيشه غادي ندخلوها، غادي نطيبو مطيشه، ولكن مطيشه غادي تطيب بوحدها. غادي نديرو اون طوماط كونكاسي كيف ما كتشوفو، غادي هاشينا البصله، غادي ندخلو البصله التسوطه، البصله غادي نديرها التسوطه
صنعونا واحد الشو ديال الملح باش نطلق الماء ديالها. فنخليو البصله تشحر، البصله قاصحه نخليوها تشحر مزيان حتى تطيح. عاد غادي نزيدو المطيشه ديالنا، المطيشه ساهله فيها غير الماء، غادي نطلق الماء ديالها صافي. تنشف واحد الشوشة ديال الماء، خليوها شويه تطلق الماء ديالها شويه وطرخه. صافي ملي كطرخه غادي نزيدوها، غادي نطفيو العافيه وغادي نزيدوها البازيليك. البازيليك دابا ديك تسمى طوماط كونكاسي، هادي دابا غادي تكون اكومباني لهاديك الرجله، ولكن بواحد الطريقه. الرجله راه ما طايباش، غادي تكالها هكذاك. نتوما غادي تشوفوا معايا الطريقه كيفاش، وهذا الشيء كنوصيو عليه الناس كلهم، لا اللي مريض بالسكر ولا اللي ما مريضش بالسكر. وتيخصنا ناخذ دائما الفواكه ولا الخضر في الفصل ديالهم، في الفصل ديالهم كاين في عدات. هنايا غادي ندير واحد لاكومبانيمون اخرى، هنايا هشيت البصله وكان عندي واحد السردين قديم تاع البارح كان في الثلاجه. وانتم ديروا اللي بغيتوا، تقدروا ديروا الطون، تقدروا ديروا شي حوت اخر تبوشيه، انا هذا شاط ليا قلت نديرو. غادي نخلطوا مع هاد البصله، هذا سردين كيف قلت لكم، هذا بقى ليا من البارح ولكن قلت نستعملو في هاد الوصفه هذه. وهاد الوصفه هذه راه ماشي ضروري ديرو نتوما، دير اللي بغيتي. المهم انا بغيت باش تدوز، بغيت الناس باش ياكلوا، ماشي غادي ندير لك انا واحد لا سوب ديال الرجله ونقول لك كلها وانت تقدر ما تاكلهاش. انا كناكلها لانني مريض، ولكن ماشي غير مريض، انا تجيني نيت مزيانه. انا دزنا على هاد البريباراسيون، غادي نزلها عليها الطوماط كونكاسي شويه باش ما تبقاش ناشفه. من بعد هاد البريباراسيون غادي نعمروها في الوردة ديال الكورجيت ديال القريعة، الوردة ديال القريعة غادي نعمروها بهاد البريباراسيون هادي اللي صوبنا، اللي هي فيها كي قلنا السردين والبصلة والطوماط كونكاسي. من بعد ما عمرناهم غادي ندوزهم في الفابور. درنا دابا كس، درنا دابا كسكاس كاين فيه الماء، وغادي ندوزهم واحد العشرات الدقائق، عشرات الدقائق تقريبا في الكسكاس. فدوكا غادي ندوزو نوجدو التبصيل ديالنا النهائي، الشكل النهائي. دابا عندنا هذيك لا بيوري اللي صوبنا ديال الرجله، غادي نفرشوها في التبصيل كله. هو حنا كنديرو حتى شويه حتى العين باش تحاول، باش الانسان يقدر ياكل. تنلعبو شي شويه على الشكل باش الانسان يقدر ياكل، لان الا ما كنتيش متعود تاكل هادشي غادي يخضر يجيك ماشي هو هذاك. ولكن انا تنقول راه مزيانه، انا تنقول لان انا كناكلها كنقول مزيانه، وانتم جربوها. حيت حنا تنقول الحاجه الا ما طيبتش، الا ما طابتش راه ما تتكلش، لا بالعكس، هادي راه غادي تاكلها بهذا الشكل هكذا غادي تاكلها. هنايا صوبت واحد السيركل ديال الكورجيت، هاد الكورجيت هادي اللي هي حتى هي راه ما طيبش، طيبتها بالملحه، قطعتها دوائر وطيبتها بالملحه وصوبت على هذا الشكل هذا الدائري. هنا هذاك الوسط ديال هذا السيركل اللي صوبنا من القريعه غادي نعمروه بهذيك الطوماط كونكاسي اللي صوبنا قبيله. وراه الناس اللي مرض بالسكر
راه يقدروا يتخلصوا من الادويه الا يقدر، الا كانت عنده الشجاعه وكانت عنده القوه باش ياكل بشكل طبيعي ويتفرق مع اللحوم بجميع الاشكال ديالها. كذب عليك الكذاب اللي قال لك المعزي ولا الدجاج، كل شيء هاد المسائل ما مزياناش لو السكر. انا دابا تنعيش بشكل طبيعي مرتاح، ما عندي حتى شي مشكل، ما طلع لي لا السكر ولا يحزنون، بشكل طبيعي كناكل. الا بغيت ناكل الحلاوه كناكل بعض الخطرات اللي ديسير الفواكه تاع الله سبحانه وتعالى. هذيك المسائل الحلاوه فارقه، اللحوم فارقه. المهم دابا نتوما هذا هو الشكل ديالنا ديال هاد الوصفه هذه. نتمنى الله تجربوا هذه، هذه راه مفيده بزاف. انا كنهضر معكم من التجربه ديالتي. انا علاش درت هاد البلاده؟ حيت انا بغيت الناس يحاولوا يتفرقوا شويه مع الطبيب، ويتفرقوا شويه مع الدويه، لان الدويه اللي تيكون طول حياتك راه كيأثر لك على بزاف ديال الاجهزه ومنها الكلاوي. الا كان شي دواء دائما مستمر مع الانسان هذه مساله طبيعيه، راه كلشي كيعرفها. ان الكلاوي بزاف عليها تبقى تتصفي، عرفتي شنو هما المسائل الكيماويه؟ راه صعيبه على الكلاوي. المهم هذا هو الشكل ديالنا. غادي نزيدوا واحد البيضه مسلوقه، هنا درنا واحد الديكور بازيليك من الفوق، وغادي نزيدوا واحد البيضه مسلوقه. وهذا راه تغذيه من داك الشيء الرفيع بالنسبه للانسان اللي بغى ياكل تاع الصيف بارده مزيانه. نتمنى تجربوها، راه هي رخيصة وبسيطة وزويونة ومغذية. ونتمنى الله تعجبكم هاد الوصفة هادي، والصحة والسلامة.